لمساعدتنا على تشبيك الفعال وترك انطباعات ذات تأثير قوي، أنت تحتاج لما يسمى بالخطاب التقديمي، وهو ما سنتكلم عنه في هذه المحاضرة. الخطاب التقديمي هو عبارة عن خطاب قصير حول نفسك، عادة ما يكون ما بين 30 ثانية وحتى دقيقة واحدة فقط، وهو مصمم لإشعال شرارة الاهتمام بك. كلمة إليفيتر من اسمه باللغة الإنجليزية إليفيتر بيتش، مستوحاة من الفرصة التي يمكن أن تسنح لك بلقاء شخص مهم خلال تواجده في المصعد. وسؤاله لك عن عملك، لديك فقط من الوقت ما بين الطوابق حتى تترك انطباعا قويا عند ذلك الشخص، وهو من 30 ثانية إلى دقيقة. إذن ما الذي يجب أن يحمله هذا الخطاب؟ أولا، من أنت وماذا تعمل؟ ثانيا، ما الذي يميزك؟ فكر هنا بإنجازاتك الكمية وكيف يمكنك إثبات قيمتك الفريدة. ثالثا وأخيرا، ما الذي تريده من المستمع؟ وهو أمر مشابه جدا لما تحدثنا عنه عند إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال المباشر. عليك طلب أمر معين لنقل المحادثة إلى مستوى أعلى. بالطبع هذا يتغير حسب المحيط الذي تكون فيه. إليك المثال التالي، سنعطيك هذا المثال بألوان متعددة ليبين لك إمكانية تغطية كل نقطة في خطاب قصير. أنا مسؤول حساب رئيسي لدى شركة فلانية، قمت بتوليد إيرادات من 400 حساب عميل عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وعملت على زيادة إيرادات القسم فعليا بنسبة 40% من خلال أعمال جديدة. لطالما كنت مهتما جدا بهذا المنتج، منتج X من شركتكم، أظن أنه سيكون ناجحا جدا، وأود أن أتعلم أكثر. هل يمكنني القدوم لشرب القهوة بشكل سريع خلال الأسبوع؟ إذا مباشرة من الجملة الأولى، أعلم أنك في مجال المبيعات وتطوير الأعمال، لديك القدرة على الحصول على الماء ولديك اتصالات واسعة مع العملاء. القسم الثاني في اللون الأخضر، أرى فورا كيف أمكنك تحقيق التغيير، زيادة الإيرادات بمفردك بأكثر من النصف، والأفضل من ذلك أنه عمل جديد لذا يمكنك مساعدته على النمو. في القسم الثالث والأخير بالحديث عن المنتج X، يدل على أنك قمت بإجراء الدراسة، تعرف تماما ماذا تريد، ومباشرة تخبرني بأنك تريد معلومات أكثر حولها، وربما أرى كيف يمكن لمهاراتك أن تساعدني في تطوير هذا المنتج. كان ذلك مثالا على شخص ذو خبرة. إليك أمر آخر للحديث، هذا الأمر عن شخص حديث التخرج لا يمتلك أرقاما لعرضها. أنا أحمد، حديث التخرج من الجامعة الفلانية، تخصص علوم الكمبيوتر، أنا مهووس بالبرمجة، شاركت بأربعة برامج للتدريب العملي مع شركات عالمية مثل IBM، حيث عملت على 8 مشاريع جديدة مع فريق العمل. أستمتع حقا بتطوير حلول الأعمال. الوظيفة الشاغرة الفلانية لديكم تبدو كأنها ملائمة تماما لشخص يمثل مهاراتي. أنا مهتم جدا بالاستماع لتفاصيل حول طبيعة المشاريع المرتبطة بهذه الوظيفة. هنا من الواضح أنك تحب البرمجة. الإنجازات الكمية هنا متعلقة بعدد التدريب العملي الذي عملت به، ومعلومة أن ذلك كان بشركة عالمية مثل IBM يدل على أنك شخص مؤهل، والعمل مع فرق العمل يدل على أنك على الرغم من أنك حديث التخرج إلا أن لديك خبرة عملية بالعمل مع الآخرين. وأخيرا، تعرف ماذا تريد وترغب الانضمام إلى مشاريعنا إذا كان ذلك ملائما. يتغير بالطبع خطابك التقديمي وفقا للموقف. عادة ما يلزم بعض الوقت لتعديل الخطاب وإعداد أكثر من صيغة، لكن بشكل عام الخطاب الجيد يجب أن يحتوي على أن يكون موجزا وقصيرا، لا تريد أن تشعر المستمع بالملل قبل أن يعرفك. ثانيا، أن يكون مفهوما للجميع، لذا تجنب استخدام الكلمات التقنية المعقدة بكثرة. خطابك يجب أن يكون بسيط وسهل الفهم، تذكر بأنها يجب أن تؤدي إلى محادثة باتجاهين. ثالثا، يجب أن تكون قوي بما يكفي لجذب انتباه المستمع، يجب أن تدفع المستمع لقول جميل أو أخبرني بالمزيد، حيث يطلب منك إطلاعه على المزيد حول نفسك وقيمتك. قدر الإمكان يجب أن يخبر خطابك قصة حول كيفية حل المشاكل. في بعض المجالات من الصعب تحديد أرقام كمية أو نقدية مثل مجال تكنولوجيا المعلومات أو الموارد البشرية، لكن فكر بما تحدثنا عنه حول الإنجازات في المحاضرات السابقة. ما المشاكل التي يمكنك حلها؟ متى كنت الأول أو الوحيد أو الأفضل؟ وما هي الأمور التي قمت بها والتي أثبتت ذلك؟ أي شيء يمكنك ذكره بفخر بأنك كنت العامل الأساسي في نجاحه. خامسا وأخيرا، كما قلنا سابقا، يجب أن تعد خصيصا لاستهداف الشخص الذي تود مخاطبته ووفقا للموقف الذي أنت فيه. في المنشور السادس ستجد تمرينا لمساعدتك على كتابة خطابك التقديم الشخصي. كما رأينا في المثالين السابقين، هي تقسم إلى أقسام مختلفة، ولكن بالطبع لتجعل خطابك مثاليا عليك أن تقوم بإعداد أكثر من صيغة للمواقف المختلفة.
في المحاضرة التالية سنناقش الأداة التالية وهي السيرة الذاتية.